السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الدرس اليوم، الدرس الثالث بالنسبة لبرنامج الأوبن كارت، راح نمشي مع بعض نتعلم بعض الشغلات، منها اللي هو نضيف بعض الكاتيجوريز أو الأصناف للموقع، نضيف سب كاتيجوريز أصناف فرعية، ونضيف اللي هو المنتجات الموقع اللي موجوده عند اللي موجود عندنا. بعد هيك راح نغير على موضوع الضرائب، نعمل عروض خصومات اللي هو الديسكاونت حسب عده معايير. نبلش مع بعض، طبعا راح يكون الموضوع متشعب ومترابط في نفس الوقت، فبالتالي بده تركيز. كل ما نواجه نقطه راح نروح نحاول نحلها في مكان او في مكانها الصحيح. الآن أول شغلة، لو لاحظنا الموقع الموجود عندنا، نفترض أنه هو موقع لبيع الأجهزة الإلكترونية، ففي عندي سمارت فون، لابتوب، بي سي. هذا السمارت فون هو عبارة عن الكاتيجوري تمام، أو الصنف الكبير اللي موجود تحته بعض اللي هو البضائع أو بعض السب كاتيجوريز اللي هو الأصناف الفرعية. الآن لو توجهنا مع بعض للأدمن بانل، كتالوج كاتيجوريز، راح نلاقي الكاتيجوريز اللي اساسا كانت موجوده عندنا. انا راح اعلم كل هذه الكاتيجوريز واحذفها على اساس نشوف الموقع الان بدون اي كاتيجوري. الان الموقع فاضي بدون اي كاتيجوري، نفترض انه الان لسه من الصفر حبلش او اغير كل محتوى الموقع للكاتيجوريز ولا الاصناف والبضائع اللي انا بدي اعرضها. ممكن ما تكون اجهزه ذكيه ولا حواسيب، ممكن تكون زي ما المتاجر بتكون عباره عن مثلا ادوات منزليه، ملابس، ايا كان. راح نروح للكاتيجوريز. زي ما شفنا ما ضل عندي هنا ظاهر في الاعلى اي كاتيجوري، والموقع بشكل عام الان مش متوفر في اي كاتيجوري. راح نروح نضيف من الكاتالوج كاتيجوريز، راح نضيف add a new category. category name راح نعطي اول category اللي هي الشائعة الان مستخدمة اللي هي smartphones meta tag smartphones. لو رحنا على الداتا، طبعا السمارت فون هي عبارة عن بيرنت، يعني هي عبارة عن عنصر اب، عنصر يتفرع منه عناصر اخرى، فبالتالي انا ما راح اغير البيرنت، هو بيرنت يعني حيضل زي ما هو. هنا راح نغير الايمج، طبعا احنا اللي هو ضفنا سمارت فونز، فبالتالي ممكن ناخذ سمارت فون هذه كصورة. توب لو حطيت عليها صح حتظهر معاي ككاتيجوري موجودة في الأعلى هنا، لكن لو ما حطيت الصح حتكون موجودة عندي كاتيجوري في الموقع لكن مش ظاهرة في التاب أو في البانيلز الموجودة في الأعلى. لا، أنا بديها تظهر. سورت أوردر ترتيبها حيكون صفر. الكولومز عدد الأعمدة اللي حتكون فيها، خلينا نشتغل على عمودين مثلا. طبعا بالنسبة للسورت اوردر بالمناسبة، الصفر معناته انه يظهر اول خيار، دائما يظهر اول خيار، الاولوية له. لو حفظنا الان راح نرجع للموقع، نعمل تحديث، نلاقي انه ظهر عندي السمارت فونز، لكن زي ما احنا شايفين ما في منها اي سب كاتيجوري. نضيف عنصر ثاني مثلا اللي هو لاب توب داتا، برضو اللابتوب عبارة عن بيرنت تمام. ممكن نروح نغير الصورة تبعت اللابتوب. السورت اوردر ياخذ رقم واحد بعد صفر، يظهر معايا في التوب. الكولوم ممكن ناخذ برضو او لون، خلينا على واحد. نروح نضيف كمان كاتيجوري، نحكي مثلا اللي هو البي سي، الاجهزة المكتبية. في الداتا هي عبارة عن بيرنت، ونغير الصورة الخاصة فيها ونعطيها الاوردر 2
تظهر معايا في التوب وتكون enable. راح اكتفي الان بثلاثة main categories للموقع: سمارتفون، لابتوب، بي سي. الان تحت السمارتفون بدي راح اعمل بعض الفروع. تحت السمارتفون يعني لما اوقف على السمارتفون يعطيني مثلا السمارتفونز اللي من شركة، لاحظوا مثلا سامسونج سمارتفون، سامسونج. الان السامسونج عبارة عن مين البيرنت تبعها، مين الاب للسامسونج، هي تحت مين بدها تظهر؟ تحت السمارتفونز. ممكن ناخذ اللي هو الشعار تبع شركة سامسونج. طبعا راح نواجه الان شغلة لما نضيف اجهزة في سامسونج، ترتيب اجهزة سامسونج في القائمة الفرعية. يعني لما انا اوقف على السمارت فونز اول واحدة بدي اياها تيجي عندي سامسونج، حاطيها رقم صفر وتظهر معاي في التوب. الان لو رحنا على الموقع راح نلاقي انه السمارت فونز ظهر عندي اول شغلة السامسونج، لكن لاحظوا جنبها صفر ما فيها اي اللي هو عنصر احنا بدنا نبيعه. راح اضيف، ولاحظوا هنا سمارت فون منها تفرع السامسونج. نضيف اشي تاني كمان لل سمارت فونز، مثلا عندنا ابل. مين البيرنت للابل؟ السمارت فون. تمام، تظهر معاي في التوب. ما في عندي الان صورة مثلا لابل، ترتيبها واحد. نروح مع بعض ندور على ابل لوجو. مع ان ناخذ هذا الشعار، نرفع صورة أبل. أبل لوجو حفظ. راح نلاقي الآن إنه ظهر معي بعد السامسونج صار عندي أبل. تمام، انضافت مرتين. ممكن إحنا نحذف سامسونج أبل، سامسونج أبل. نضيف HTC، HTC نعطيها برضو صورة من الموجودين عندنا، هي HTC لوجو، ترتيبها اثنين وتظهر معايا في التوب. أوكي، ما ظهرت HTC. في مشكلة انه اجت معايا في الاعلى هنا، لا احنا بدنا اياها في السمارت فونز تكون موجودة، فبالتالي راح تختفي من هذا المكان وتظهر عندي هاي هو HTC. نضيف اخر نوع من السمارت فونز. الان بشكل سريع ممكن ناخذ شوف ايش في عندنا شعارات نشتغل عليها. LG مثلا، LG تظهر في التوب، ترتيبها ثلاثة، البيرن تبعها سمارت فون، واسمها LG. الآن صار عندي في الكاتيجوري المين كاتيجوري اللي اسمها سمارت فونز صار عندي أربعة سب كاتيجوري: سامسونج، HTC، أبل، والجي. هذا بالنسبة للكاتيجوري. طيب الآن نروح احنا نضيف
بعض السلع تمام الخاصة مثلا في شركة سامسونج أو اتش تي سي أو أبل أو ال جي. طبعا قبل ما نروح نضيف السلعة بدنا نضيف المانيفاكتشررز اللي هم المصنعين. يعني لما بضيف أي سلعة أي منتج بدي أروح أعطي مصنع، مين اللي صنع هذا المنتج. فبالتالي الآن أنا بدي أشتغل على سامسونج، فلازم أروح أضيف اللي هو مصنع اسمه سامسونج، أبل مصنع اللي هو شركة أبل، اتش تي سي وال جي بنفس الآلية. فبالتالي في الكتالوج هاي في عندي المانيفاكتشرز اللي هم المصنعين، حلاقي في عندي أبل، في عندي كانون، في عندي هيولت باكارد، في عندي اللي هي نفس الاتش بي هي هيولت باكارد. خلينا على واحدة، في عندي اتش تي سي، في عندي سامسونج، في عندي سوني. نفترض انه سامسونج مش موجودة، كيف انا بدي اروح اضيف سامسونج كمصنع؟ هنا بيحكي لي انه انت بدك تحذفه. طب انت اعمل له اساين، يعني انت رابطه بمنتج، في منتج رايح تحت سامسونج تمام. ممكن احنا نحذف بدل السامسونج الاتش تي سي، طيب الان بدي اروح اضيف اتش تي سي اد مانيفاكتشر اللي هو اسمه اتش تي سي، الشعار تبعه هذا، السورت اوردر بغض النظر هي 4 بشكل بسيط، هي حفظ هذا الاتش تي سي. الان لما اضيف اي سلعه راح يظهر معي في القائمه انه عباره عن شركه بتصنع هذه الاجهزه. نضيف دل مع بعض، نضيف مصنع جديد اسمه ديل، ما في له شعار، نبحث عن شعار ديل. ناخذ مثلا الشعار دائري، في هنا شغله الستورز ديفولت. الان لو كان عندي اكثر من ستور حتلاقي انه موجودين اسمائهم في هذا المكان، لا انا عندي بس ستور واحد، متجر واحد هو الديفولت. سورت اوردر 3 حفظ. الان راح نلاقي انه ظهر عندنا ابل كانون هاي الدل موجود في هذا المكان. طيب خلينا نروح نضيف الان السلع. طبعا هذا الكلام ما انعكس هنا في اي مكان، لكن هو فعليا في الموقع موجود تمام، اللي هو ديل والاش بي والاش تي سي سامسونج سوني. الان راح نرجع نضيف برودكتس، منتجات احنا بدنا نبيعها. في عندي هنا منتجين، نروح نتخلص من المنتجين هذول على اساس نضيف من الاساس او من البدايه المنتجات. لاحظوا ثاني من الكتالوج برودكتس حنضيف add new product. بدي اضيف الان انا عنصر من سامسونج، مثلا سامسونج S7 Edge، S7 Edge. الان بدي description للجهاز هذا، خلينا نروح نشوف ايش في وصف تمام بيوصف اللي هو سامسونج S7 Edge. specifications هاي full phone specifications، وهاي في له صور، اعتقد لو اخذنا هذا النص مناسب انه يظهر معاي في السبيسيفيكيشن، نسخته ولصقته ديسكريبشن. اسمه اللي هو سامسونج S7 Edge، بينهم الهالف هايفن بين كل
كلمة والتانية بدل السبيس اللي هو السكور. طيب هذا في الجنرال. الآن في الداتا لاحظوا إيش الموديل، الموديل نمبر رقمه، الموديل تبع هذا الجهاز S7 Edge، هاي الأول فيرجنز. نفترض أنا ماخذ الفيرجن هذه هي المتوفرة عندي، راح ناخذ الرقم هذا نعطيه الموديل اللي اسمه G935F. الاسكيو ستوك كيبنج يونتس UBC اللي هو يونيفرسال برودكت كود، الكود الدولي، الكود اللي هو اوروبا، الكود اللي في اليابان، هذا اللي هو الانترناشونال ستاندرد بوك. اذا في كود لكتاب، في عندي كان كتاب بهذا الشكل. هنا البارت نمبر اذا في رقم خاص بالمصنع، هنا وين انا بدي ابيعه، خلينا نبيعه في غازا مثلا ستريب. ايش سعره الان؟ سعر هذا الجهاز خلينا نروح نسأل جوجل برايس. طبعا هذا الكلام بيكون معروف لصاحب المتجر، فبالتالي انا مباشرة بضيفه. اذا في هنا تفرعات بدنا نضيف كل واحد لحال، S7 Edge 32 64 ايا كان. برايس، هاي الصور الآن هتلزمنا. بيحكي ما في معلومات واضحة. افترض سعره مثلا $1000، راح نرجع هنا السعر 1000. الان التاكس كلاس، تاكس كلاس يعني هل هذا عليه ضريبه. في عندي نوعين، تاكسبل جودز وفي عندي داونلودبل برودكتس. انه في عندي التاكسبل اللي هو بضائع بيجي عليها ضريبه، وفي عندي اللي هو داونلودبل برودكتس اللي هو مثلا ملفات، كتب، صور عن الانترنت انا بنزلها، تمام، اشي قابل للتنزيل على الجهاز الكمبيوتر، منتج قابل للتنزيل. انا عندي هذا تاكسبل جود، ايش الكمية المتوفرة عندي منه؟ تفترض 40. اقل كمية ممكن يشتريها الزبون واحد، طبعا مش راح يشتري اكتر من واحد، او ممكن يعني اقل، مش راح الزم الزبون يشتري اكتر من جهازين. سبتراكت ستوك، انه اذا انا شرى او الزبون شرى واحد يروح يطرحه او ينقصه من الـ40، ولا انا عندي الاشي مستمر. انا بدي افترض انه لا ما عندي اشي المستمر، فبالتالي لا نزله من الـ40. هنا بيعطيني انه هذا status shown when a product is out of stock، متى يظهر لي انه البرودكت او العنصر out of stock؟ بعد يومين لثلاثة مثلا، وهو موجود في الستوك عندي موجود، الا بعد ما يخلص بشكل فعلي قبل ما يطلب. لا انا بدي اقول له اوت اوف ستوك من البدايه، تمام، اوت اوف ستوك. ريكوير شيبنج، يس بده شيبنج. وقت ايش انا بدي ابدا اظهره على الموقع؟ بدي افترض من اليوم، من 3/12. ممكن اغير التاريخ لتاريخ لقدام اذا انا عامل مثلا عرض بعد يومين بيبدا هذا العرض، فبالتالي او ترقبوا وصول الجهاز مثلا كذا، فبالتالي بدي اياه يظهر يوم 5/12، فبالتالي بحط 5/12. لا انا بدي اياه اليوم من 3/12. الان خلينا على المواصفات الدايمنشنز. لو رحنا على الابعاد، أبعاد الجهاز، أبعاد الجهاز 150 × 72.6 × 7.7 ملي. لاحظوا 150.9 طوله، طبعا بإيش؟ بالملي، في 7 أو في 72.6
الويدث الهايت السماكة ثيكنس الارتفاع تبعه اللي هو 7.7 مليمتر. تمام. الآن وزن هذا الجهاز 157، وزن هذا الجهاز 157 جرام متاح انيبل. تمام. ترتيبه في الاوردر نقول له صفر. تمام. هذه المعلومات الخاصة بالمنتج. الآن لينكس، إذا في عندي المانيفاكتشر مين المصنع لهذا الجهاز؟ سامسونج. سامسونج. تمام. الآن إذا المانيفاكتشر أنا مش ضايفه عندي في الستوك أو في المخزن، فبالتالي مش راح يظهر معي في المانيفاكتشرز. إيش الكاتيجوريز اللي بده ينضاف فيها؟ في السمارت فونز. سمارت فونز. سامسونج سمارت فونز. وين يجي هذا العنصر؟ تمام. في الستور تبعه في الديفولت. طيب نروح للشغلة اللي فيها ديسكاونت. تمام. الآن بدي أعمل عرض على هذا الجهاز مثلا. اد ديسكاونت في أي متجر في الديفولت. الكوانتيتي والبرايورتي والبرايس ديت ستارت ديت اند. الآن أنا بدي أفترض اليوم 3/12 بدي أعمل عرض إنه اللي بيشتري من 3 لـ 5/12 بدل الألف دولار راح أبيعه إياه ب 900 دولار. تمام. بس في التاريخ من 3 لـ 5/12، فبالتالي أنا بقيد بقول له من 3/12 اليوم ليوم 5/12. تمام. البرايس تبعه خليه 900، بعد هيك فيش 1000. تمام. طيب هاي عرض من العروض. عرض تاني بدي اعمله على هذا الجهاز انه اللي بيشتري اكتر من 2 وفوق اعطيه سعره 850 دولار على طول، يعني ما مش مقيده بتاريخ. اذا انا رحت حطيت تاريخ هنا، بالتالي بقول له اللي بيشتري اكتر من 2 في التاريخ اللي بين مثلا 3/12 و7/12 اعطيه ب 350 او 850. لا، انا الان بس اللي بده يشتري اكتر من 2 اعطيه ب 850 دولار. طيب نفترض انا زبون اجى اليوم 3/12، هاي التاريخ 3/12، وشرى 2، فانطبق عليه المعيار الاول والمعيار الثاني. في 3/12 شرى 2، فبالتالي المفروض يعطيه الجهاز ب 900، لكن شرى 2. طيب في عنده عرض افضل اللي هو 850. طب في هذه الحاله اي عرض راح ياخذ الزبون؟ راح اقول له انه هذا اذا الاثنين توافقوا مع بعض او انطبق عليه الشرطين، لا اعطيه هذا، بعطيه الترتيب صفر وهذا ترتيبه 1. الان اذا شرى جهاز في هذا التاريخ حياخذ 900، شرى جهازين في هذا التاريخ بدل ما ياخذ 900 حياخذ 850، لانه الشرط هذا افضل بالنسبه للزبون. وراح نشوف الان هذا الكلام في الموقع. تمام. ممكن انا اعطيه اللي هو الصور. الان الصور مهمه بالنسبه لنا، راح نروح ناخذ حفظ لهذه الصوره، ناخذ صوره ثانيه نعملها حفظ، صوره ثالثه ما في الصور، روح على هذا الموقع صورة من الخلف حفظ. يعني احنا ما عملنا ناخذ اكتر من صورة لنفس الجهاز. هاي صورة من الجنب، هذا الكلام راح نحطه في الايمجز. الصورة الرئيسية اللي راح تظهر معاي انا في الموقع، علينا نرفع هذه الصورة. هاي الصور كلها نرفعها. الصورة الرئيسية راح تظهر معاي مثلا هاي الصورة. الان اديشنال ايمجز اللي هو صور اضافية، ممكن انا راح اضيف صورة للجهاز من ورا، صورة للجهاز من جنب، صورة للجهاز مثلا بهذا الشكل. السورت اوردر هيظهر لي اياها 0 1 2 ترتيبهم.
الريورد بوينتس. الان نفترض انه انا عندي عامل مثلا الموقع بجمع نقاط للزبائن، يعني الزبون اللي بيشتري مثلا ب 1000 دولار اعطيه 10 نقاط، تمام؟ فبالتالي هنا حيعطيني فيه خيارين. الخيار الاول بقول لي number of points needed to buy this item. الان نفترض زبون محوش له مدة بيشتري 10 نقاط على 10 نقاط على 10 نقاط، صار عنده مثلا 2000 3000 4000 نقطة. الان هذه ال 4000 ممكن بدل ما يدفع فلوس يروح يشتري من الموقع بالنقاط تبعته، تمام؟ طيب الان اذا الزبون هذا معه نقاط كتير وبدي يشتري هذا الجهاز اللي هو الاس 7 اتش، قديش بدي اخصم من نقاطه؟ بدل ما يدفع فلوس قديش اخصم من نقاطه؟ تمام؟ فبالتالي بدي افترض انه هذا الجهاز مقابل 4000 نقطة، يعني الزبون اللي معه 4000 نقطة، تمام؟ اعطيه اللي هو الجهاز هذا بال 4000 نقطة. طيب هنا اذا كان الزبون شرى الجهاز، كم نقطة اعطيه؟ تمام؟ اذا شرى الجهاز الزبون بدي اعطيه مثلا 25 نقطة، تمام؟ هذا كم نقطة انا بدي اعطي الزبون اذا شرى الجهاز، لكن هنا اذا الزبون بده يشتري الجهاز بالنقاط قديش اخصم من نقاطه؟ خلينا نوقف لعند هيك، نقول له سيف ونروح نشوف المنتج تبعنا وين اجى. حدث الموقع سمارت فونز، لاحظوا السامسونج صار في عنده 1، تمام؟ طبعا في نقطة انه في امكانية اني اروح اللي هو البرودكت هذا بدل ما هو انيبل اعمله ديسيبل، يعني انا حافظ كل الخيارات تاعته. مثلا عندي كان الجهاز توفر لفترة معينة وخلص، يعني بطلت او بطل متوفر خلص من المتجر، فبالتالي بدل ما احذفه بعمله ديسيبل. اذا عاودت بعد مدة جبت جزء او جبت عدد من الاجهزة هذه، فبالتالي برجع بعمله انيبل بدل ما اعيد كل الخيارات الموجودة عندي في هذا المكان. طيب الان هاي السمارت فونز سامسونج، راح الاقي هاي اللي هو سعره 1160. طيب انا حطيت قديش سعر؟ 1000 دولار. 1000 دولار، لكن هنا في بيقول لي excluding tax، انه بدون التاكس بدون الضرائب 1000، بالضريبة 1160، فبالتالي حنلاقي انه الضريبة قيمتها 16%. طيب هاي شغلة، خلينا نروح نحاول نضيفه للمتجر للكارت تاعتنا. هاي عنصر، انا الان بدي 1 item، تمام؟ لاحظ ال 1 item اليوم طبعا هو سعره قديش؟ 1000، سعره 1000 مع الضريبة 1160، لكن عشان انا شاريه اليوم اللي هو 3/12 عامل عليه عرض ب 900، تمام؟ مع الضريبة 144، فبالتالي بدل ال 1160 اعطاني اياه ب 1044. خلينا نشوف فيو كارت مثلا. لاحظوا لو انا بدي اضيف عنصرين نشوف ايش السعر بدي يعطيني اياه. يونت برايس سعر، تمام؟ اللي هو العنصر الواحد اعطاني 986، 986. التنين مع بعض 1972. خلينا نشوف توتال 1700. لاحظوا احنا حكينا اذا شريت اثنين او اكثر بدي اعطيني 850، 850 في 2 1700، ما اعطانيش اياه ب 900، اعطاني اياه ب 850 والضريبه اللي هو 272، المجموع 1972. طيب بما انه وصلنا لهذا المكان، فبالتالي بدي اروح نعدل على الضريبه الان. بدي افترض انه بديش الضريبه لتكون 1700، بديش الضريبه تكون 16%، فراح نرجع للادمن بانل على اللي هو السيستم، في عندي لوكاليزيشن، وبعدين راح اروح على اللي هو التاكسز. حاعطيني خيارين تاكس كلاس، عندي كلاسين انا كنت عاملهم او كانوا معمولين داونلودبل برودكت والتاكسبل جود، ممكن اضيف كلاس ثاني وثالث ايا كان. لا انا الان بدي اروح على اللي هو تاكس ريتس، تمام؟ لاحظ في عندي اثنين تاكس، اول واحد اللي هو تاكس يعني ضريبه ثابته
2 قيمتها 2 دولار مثلا على اي سلعة، وفي عند الضريبة نسبة مئوية. لاحظوا هذه النسبة 16%، حسب البلد ممكن، حسب الحكومة النظام الموجود. انا بدي راح اضيف ضريبة اسمها مثلا تاكس 5%، تمام. التاكس ريت 5%، نسبة مئوية مش فيكست اماونت. فيكست اماونت لو انا اعطيته 5 او فيكست اماونت، بالتالي حيعطيني 5 دولار على السلعة ايا كان. يعني لو كاتب 1000 دولار حيصير ب 1005، لو كاتب دولار حيصير ب 6، 2000 دولار 2005. لا انا بدي اياها نسبة مئوية من القيمة، تمام. يعني ال 5% من ال 1000 تمام تساوي 50، من ال 2000 تساوي 100. الآن راح نحفظ، صار عندي هاي ضريبة 16.5%، 16% ممكن أضيفها، ممكن ضريبة 5%، وممكن أضيف واحدة كمان تاكس فري، تاكس فري، وأعطيه الريت 0%. لاحظوا الآن صار عندي أكثر من نوع من التاكس، 5% فري وال16 واللي هو الاثنين الفيكست اماونت. طيب كيف هذا الكلام بده يعكسه على المنتج الموجود عندي؟ نرجع ل تاكسز، تاكس كلاسز. الآن عندي اثنين كلاس، داونلودبل برودكت، لو رحت عملت له إديت حلاقي إنه هذا لو أي عنصر أعطيته إنه هذا داونلودبل حيضيف عليه شغلتين، الشغلة الأولى 16% ويضيف كمان 2 دولار فيكست أماونت اللي هو قيمة ثابتة، تمام؟ طيب لو رحنا للعنصر اللي هو التاكسبل جودز حلاقي إنه بضيف عليه برضو 16%، لا أنا بدي إياه التاكسبل جودز، بديش 16%، بدنا 5%. نضيف عليه 5%، نحفظ، حدث. لاحظوا 1972 صارت 1785، صارت قيمة الضريبة 5% بدل 16%، تمام. هذا لكل التاكسبل جودز. طيب الآن بدي افترض انه بدي اضيف، انه في شغلات بدي اياها بدون تاكس، انا بدي اعطيها بدون ضريبة، فانا بدي اضيف كلاس اسمه تاكس فري مثلا، ديسكريبشن نو تاكس ويل بي بيد، هنا حضيف عليه تاكس فري. طيب بدي ارجع للمنتج او البرودكت تبعنا اللي هو، لاحظوا انه ما صارش في اي تعديل هنا لانه لسه ضايل على التاكسبل برودكت. بدنا نرجع على الكتالوج برودكتس، نحكي له انه هذا السامسونج اعطيه بدل ما هو تاكسبل جود اعطيه تاكس فري اللي ضفناه في النهايه، فبالتالي ما راح يعطيني اي تاكس على هذا المنتج، تمام. نلاحظ لو احنا حدثنا قديش 850 في 2 1700 وما في اي ضريبة اضافية على هذا المنتج لما انا بدي اجي ابيعه. فبالتالي بهذا الشكل من اللي هو من السيستم، تمام، localization tax، انا بقدر اضيف tax، احذف tax، اعلي اقلل، اضيف اللي هو class للtaxes واضيفها على اللي هو العنصر اللي الموجود عندنا. برضو هنا في عندي length classes، انا في عندي اللي هو السنتي والانش والملي، ممكن اروح اضيف شغلة جديدة مثلا اذا انا بتعامل مثلا بالياردة او باي نظام تاني غير الانظمة هذه، ممكن اروح اضيف كمان weight classes، انا عندي جرام كيلو جرام، تمام، ممكن اروح اضيف اللي هو موضوع الاوقية والرطل والشغلات هاي، لا انا بتعامل الان بس في الجرام والكيلو جرام، فبالتالي هاي اللي راح يلزموني في الموقع الخاص فيه.
شغلة تانية، لو لاحظنا في سامسونج العنصر اللي ضفناه، لو ضغطنا عليه راح نلاقي الصور اللي احنا ضفناها تعرض المنتج، راح نلاقي الديسكريبشن هاي بشكل كامل. ممكن تكتب ريفيو، مراجعة لهذا الجهاز، طبعا هذا من خلال الموقع اللي احنا نسخنا منه. تمام، سعره $1000 excluding tag tax، برضو $1000. بدي اروح احط كوانتيتي مثلا 3، add to cart، راح الاقي ان الكارت صار عندي 5 ايتمز وتحدثت بهذا الشكل. مع بعض الان وبشكل سريع راح اضيف منتج ثاني من شركة ابل. بالتالي راح نروح على كتالوج برودكت، اضيف اد نيو، نقول له اد نيو ابل، او اللي هو اي فون اكس. ايفون اكس التاجز ممكن نقول له اي فون. الان في الداتا الايفون اكس ايش الموديل الخاص فيه. Models. A 1901. موديل A 1901. Location هنقول له كمان غازا ستريب. البرايس $1200. تاكس كلاس تاكسبل جود، ياخذ 16% مثلا. كوانتيتي اللي موجود عندي 20 جهاز، مينيمم كوانتيتي 1. سبستراكت فروم ستوك، يس. اوت اوف ستوك. ريكوايرد شيبنج، يس. داتا فاليبل من اليوم، من 3/12. دايمنشنز خلينا نشوف ابعاده، وهذه specifications ممكن ناخذها نحطها في المواصفات في الجنرال. الان نروح للدايمنشنز الخاصة بالجهاز، 143.6. في 70.9 × 7.7 مليمتر. ويت الوزن 174 جرام. انيبل سورت اوردر 0 في الابل. تمام، الان خلينا نروح لديسكاونت. خلينا نضيف ديسكاونت من يوم 5، او بس في يوم 5/12. اعطيه بدل 1200 ياخذ 1100، واعطيني ديسكاونت تاني من اليوم 3/12 ل 10/12. اللي بيشتري جهازين، او خلينا من مش من 3/12، من 6/12 ل 10/12، لان بخلص العرض الاول يوم 5/12. يوم 6/12 ل 10/12 خلينا نعطي اللي هو الشخص اللي بده يشتري جهازين او اكثر 1050 دولار. 1050 دولار. لكن الان بدي اعمل انا سبيشل
عرض خاص للكل، تمام، انه يكون سعره 1150 اليوم، تمام، من اليوم من 3/12 ل 5/12 يكون سعره 1150. حفظ، لاحظوا انه صار هو السعر عندي 1200، لكن اليوم عندي انا محطه ب 1150، يوم 5/12 بصير ب 1100، تمام، وبعد 5/12 اللي بيشتري اثنين بصير اللي هو ب 1050. فعندي انا الان ضفت اكثر من عرض عليه. طبعا في شغلات لسه ما عدلناها، موضوع اللي هو اللينكس، مين المصنع، ابل، الكاتيجوريز سمارت فونز ابل، راح نروح للايمج، نضيف صورة أساسية للجهاز، صورتين، فرعيتين، 0 1. بهذا الشكل انا راح اضفت الان منتج على سمارت فون ابل، صار في برودكت، هايلي برودكت، ممكن اضيفه للكارت، اد تو كارت. لاحظوا انا بديش السامسونج، خلاص بدي الغيه، بدي اشتري فقط الابل. 1150 اليوم سعره، هنا معطيني قديش سعره، 1207 بالتاكس، بدون تاكس 1050، تمام، سعره اليوم تاكس 57، وهاي كل اللي هو السعر النهائي 1207. عشان نعمل تشيك اوت ان نكون عامل ريجستريشن في الموقع، هذا الكلام ان شاء الله راح نشرحه في المحاضرات الجاي.